نروح بقى من اخبار من النادي الاهلي لمنتخبنا الوطني. طبعا منتخبنا الوطني بيستعد بقوه لمباراه توجو، والنهارده كان كمان في مباراه مهمه جدا، مباراه ما بين كينيا وجزر القمر. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي، وبكده ارتفع رصيد جزر القمر متصدره المجموعه لخمس نقاط، يليها طبعا كينيا ويليها مصر ثم توجو. طبعا النتيجه دي اعتقد نتيجه ايجابيه لصالح المنتخب المصري. ان شاء الله المنتخب المصري بيواصل استعداداته للمباراه المهمه امام توجو. ان شاء الله في حاله ان شاء الله فوز المنتخب المصري على توجو في المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم 14 هيصل للنقطه 5 ويتساوى تقريبا يتساوى في عدد النقاط مع جزر القمر، استعدادا لمباراه كمان توجو الثانيه اللي هتقام يوم 17. وان شاء الله زي ما قلنا ان مباراتين مهمين جدا جدا في مشوار منتخبنا. ان شاء الله الحصول على 6 نقاط باذن الله بيضعونا على قمه المجموعه، وده الطبيعي ان مصر في هذه المجموعه جزر القمر كينيا وتوجو، اعتقد من الطبيعي جدا وجودنا على قمه المجموعه ان شاء الله. احنا عندنا تقرير خاص عن استعدادات المنتخب، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل اخبارنا في البيت الكبير. لا صوت يعلو فوق الاستعدادات المكثفة للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام البدري، فالجميع على قلب رجل واحد قبل مواجهة الذهاب أمام منتخب توجو على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. ويسير المعسكر المغلق للمنتخب الوطني وفق الخطة الموضوعة له من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو العودة مجددا لصدارة المجموعة، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطتين بعد جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط وكينيا برصيد نقطتين، وذلك بعد تعادل المنتخب الوطني في أول مبارتين أمام كل من منتخبي كينيا بنتيجة 1-1 وجزر القمر بنتيجة 0-0 على التوالي، بينما يأتي المنتخب التوغولي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. ولذلك يجب على الجميع الالتفاف حول المنتخب ودعمه خلال الفترة المقبلة ليصل إلى صدارة مجموعته لإعادة الأمور إلى نصابها. ويكفي الاهتمام غير العادي من قبل القيادة السياسية باستعدادات المنتخب الوطني الحالية والممثلة في دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أكد على ثقته الكبيرة في جميع عناصر المنتخب والجهاز الفني خلال زيارته للميران أمس، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال مشوار التصفيات من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون، مؤكدا على دعم القيادة السياسية بالدولة لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستظل تقدم كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، لأن الشارع الرياضي في مصر ينتظر تأهل المنتخب بل والحصول على اللقب الإفريقي في النسخة المقبلة. ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على استاد القاهرة بكل قوة وتركيز، وشهد ميران اليوم حماسا غير عادي من جانب اللاعبين في ظل تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي أطفى جوا من السعادة والبهجة والإصرار عقب انضمامه للمعسكر. كما ظهر جليا خلال الميران اعتماد الجهاز الفني على أحمد حسن كوكا في خط الهجوم أمام توجو. وسبق ميران اليوم جلسة سريعة عقدها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري وطارق مصطفى وأحمد أيوب ومدرب حراس المرمى أيمن طاهر، أكد خلالها للاعبين ضرورة نسيان أي أمر لا يخص المهمة الموكلة إليهم من قبل جماهير الكرة المصرية والمسؤولين بتقديم عرض طيب وتحقيق نتيجة ترضي طموحاتهم خلال مباراتي الذهاب بالقاهرة والإياب، وعدم الاستهانة بالمنافس، مع الوضع في الاعتبار صعوبة المواجهتين لعدة أسباب على رأسها وجود لاعبين مميزين، حيث شدد الجهاز الفني على أنه يراهن على رغبة اللاعبين في التغلب على الصعوبات التي تواجههم. ومن جانب اللاعبين يقوم كبار المنتخب الوطني أمثال محمد صلاح ومحمد الشناوي وطارق حامد وعبد الله السعيد
بعقد لقاءات تحفيزية مفردة ومجمعة مع عناصر المنتخب لبث روح الإصرار والعزيمة قبل مواجهة توجو المرتقبة. وفي أحد لقاءاته باللاعبين في المعسكر أكد محمد صلاح على أنه لا يصح أن يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة، وعلى الجميع التضافر والتعاون من أجل العودة مرة أخرى للمكانة المعروفة عن المنتخب الوطني. وقال صلاح للاعبين إن هذا لن يتحقق إلا بعزيمة جميع عناصر المنتخب من لاعبين وجهاز فني وإصرارهم على تحقيق نتائج طيبة وإنجاز جديد للمنتخب يسطر في التاريخ بأسماء الجيل الحالي من لاعبي المنتخب. أعتقد أن الجيل ده هيكون من أفضل الأجيال اللي جات على تاريخ المنتخب الوطني. يمكن احنا بنعتبر، وده الكلام هنتكلم فيه بالتفصيل مع هاني العجيزي او استاذ عصام شلتوت، انت النهارده يمكن الماتشين بتوع توجو في ناس كتيره جدا بتعتبرهم التحدي الابرز لكابتن حسام البدري بعيدا عن نتائج الماتشين الاخرى له. انت كان غايب عنك عناصر كتير، كان ابرزهم صلاح، انت النهارده عندك الشناوي، اول لعيبه كلها مميزه طبعا، انت بتتكلمي على اجيال يعني ناس عندك تقايل، عندك تقايل يعني هو ده يعني هو افتكر ان هو ده يمكن التحدي اللي قدام كابتن حسام البدري. هو طبعا هو يعني احنا طبعا في حاله معنويه هايله جدا، وكابتن حسام البدري يمكن في اخر مؤتمر صحفي قال الحاله احسن كمان من الحاله اللي بدا بيها مشواره مع المنتخب. كان في حاله من انواع التاخير شويه او عدم انتظام المسابقه بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا وناكد ان عوده الدوري كان مهم جدا للكابتن حسام البدري. لعبتنا في على المستوى، المحترفين كلهم في اعلى مستوى، حتى اللعيبه على مستوى النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز، اعتقد هم دول اساس القايمه للكابتن حسام البدري، كلهم على مستوى فني عالي جدا. انا متاكد ان شاء الله باذن الله ان ماتشين توجو باذن الله هيرجعوا يعني هيرجعوا الخريطه لطبيعتها العاديه جدا بتصدر ان شاء الله مصر لمجموعتها.